بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، إن السنوات العشرين المنصرمة هي التي شهدت بواكير الصحوة القرآنية في قطاع غزة، وإذا كان هناك من يجادل في هذا ويقول إن الصحوة القرآنية بدأت قبل ذلك بكثير، فإنه لا يستطيع أن ينكر أن هذه السنوات العشرين تشكل قفزة نوعية في مجال العلوم القرآنية بقطاع غزة، ففيها تجمعت الخبرات ونضجت الرؤى